سلام سلام، معكم سكوبز. اليوم فيديو جديد وراح اوريكم افضل اماكن راح تنزل فيها في فورتنايت. وقبل أن نبدأ المقطع لا تنسون أن تصلون على نبينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وراح نبدأ مع أول مكان وهو هانشد هيل كما هو موضح في الخريطة، وراح ننزل في المكان ونشوف ايش راح نحصل في اللوج. الا والله ما عرفتك. يلا الله غير الاغنية يا مخرج، غير غير. لا لا مو كذا. يلا بس نبدا المقطع يلا. اوكي، حنا الحين عند هانشد هيل وهو افضل مكان راح تنزل فيه وراح تجمع افضل لوت تشوفه. يعني الحين بتشوف الحين شاشقن و اوكا. اوكي نشوف شيل. يعني شوف لما راح تطلع من ذا المكان راح تكون فول مرة. اوكي نشيل ذا بس والله نزل فيها وترون هي مرة قليل من ينزل فيها. يلا بس عمي ننزل. اوكي شوفوا وش لقوا فيها العيال، سنايبر وسكار ذهبي مره شيء اسطوري يا عيال مو كذا. لا الحين اوريه دقيقه اهيل. اوكي اي الله ضع له قنبله. الحين اضع له مع جهه ثانيه. اوكي الحين ضبطين الوضع. شوفوا يا عيال اللي يجي ياخذ لوج تنزلون في سكواد سولو اي وقت تنزل راح تلقى لوج. اوكي في سيارة مع الاخر راح تلقى فيها ذا الصندوق. اوكي اوكي وبعدها راح تلقى ذول البيتين ايضا راح تلوج فيهم وراح تلقى يعني شيء اسطوري من الاخر. والحين دقيقة ذا يعني مرة أخرى نزلت فيها وراح أوريكم وش لقيت. شوف بالله ار بي جي يا أخي، كل مرة أنزل راح ألقى شيء رهيب مرة يا أخي. أنصح شوف راح تنزل مفول كل شيء في الدرع والشي الشيلد والدم حقك، وأيضا راح تكون مفول في أسلحة، راح يكون عندك أي شيء تحتاجه راح تنزل وراح تلقاه بإذن الله. اوكي ذهين راح ننتقل لمكان ثاني وراح اوريكم اياه في الخريطة. ذا والله نسيت اسمه ومو ظاهر الحين، بس المهم ذا المنطقة ايضا فيها لوش اسطوري. وشوف اذا ضمنت الزون يكون عندك يعني راح اضمن لك الجيم وراح اضمن لك كل شيء. اوكي وراح نشوف لما نزلنا وش لقينا. استغفر الله. اوكي راح نشوف وش لقينا في ذا المكان. اوكي في البداية راح ننزل، الحين راح نذهب المكان ذا. مرة واذا كنت جلاد مرة اسطوري ترى يا اخي ينزل لك تشلشد وبالعافية عليك. اوكي الحين راح
والحين راح نشوف المكان الثالث وهو ذي المنطقة بجنب اللي لوتناها وفيها بيتين وبعدها راح تكمل سيدا وتلقى بيت اخر تلوج زي طيبين وراح اوريك وش لقينا في ذا المكان ويلا خليكم. اوكي في البداية ما صورش كيف فتحت صندوق يعني فتحت صندوقين اوكي راح لوت لقيت اسولت رايفل اخضر 16 ووجدت ذا القناصة اوكي المكان الثالث الرابع تروني فهي اوكي راح ننتقل المكان الرابع ونشوف وش راح نلقى فيه لوج وهو كما ترون ذي المنطقة اوكي كما ترون راح ننزل ونشوف وش لقينا لوج وبالبي في النهاية راح نشوف نتائج كل منطقة وش لقينا فيها أوكي. المنطقة الخامسة والأخيرة وراح أفاجئكم مرة ويلا خليكم وذي المنطقة كما ترون في الخريطة شكلها أوكي راح ننزل فيها وراح نشوف وش لقينا يلا
اوكي راح نسوي تقييم من افضل مكان من هذه الاماكن اللي شفناها في الحلقة كلها وراح نرتبهم. اوكي الحين راح نشوف المكان الاول وجدنا فيه سكار ذهبي وجدنا فيه. المهم ده راح نسوي شيء منظم. حنا نقاط تقييم كيف راح تكون؟ راح نسوي تقييم على حسب ان تكون لديك اسول درايفل وان يكون لديك شوتجن ومتفجرات ار بي جي او قنابل او يكون عندك جرينيد لانشر. المهم وان يكون لديك سنايبر وشيل اسول درايفل شوتجن لانشر او ار بي جي سنايبر وشيل. اوكي ذا التقييم يعني راح نمشي عليه. اوكي المكان الاول وجدنا فيه كل شيء كما رايتم يا اخي. شوف سكار ذهبي يعني بشيء وفيه تثبيت كبير مره. هانش دي افضل مكان راح تنزل فيه يا اخي من عندي وشيء موثق مره. اوكي وراح نشوف المكان الثاني وجدنا فيه كل شيء كما رايتم ودرع فل وشيل فل كل شيء خرجنا منه فل. وكان عندنا المتفجرات بدل ار بي جي والجريدين لانشر وراح ينقص يعني راح يكون يعني تقييم المكان الاول 5 من 5 المكان الثاني 4.5 من 5 المكان الثالث يا عيال والمكان اللي كان بجنبه وراح يكون لديه نفس تقييم 4.5 من 5 لان لقينا كل شيء والمتفجرات ايضا لقيناها كما رايتم. فتحنا لاما يا اخي متفجرات تلقاها في اي مكان يعني على حسب يعني لما تكون ار بي جي افضل يعني فرق نصف نقطة. اوكي المكان الثالث 4.5 اما المكان الثاني الرابع نفس الشيء وجدنا جرانيت لانشر وهو نظامه نفس القنابل مو زي الار بي جي وراح ياخذ 4.5 لان لقينا كل شيء بس ما لقينا سنايبر ما فيه سكوب حقه زوم كبير يا اخي بس نعطيه 4 جرينيد لانشر وسنايبر يعني راح يكون لديه تقييم 4 بس راح نضيف له نصف نقطة يا اخي وضع تسليك ذا ما يمشي معي. المهم كما رأيتم وصلنا لنهاية الحلقة شكرا لكم على المتابعة وحسن الإصغاء وذا أول فيديو بالطبع يا اخي شكرا لك على وصولك ذي النقطة بعد في ذي الحلقة يعني هذا دليل على انك مهتم مرة ويلا خليك وان شاء الله استفدت وراح انصحك في انت ديال ويا اخي هاي السلام عليكم.